مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فانوس رمضان بطريقة سهلة وبسيطة. هنبتدي الشغل بعمل سليب نوت او عقدة البداية. هنعمل 11 سلسلة. هنعمل بعد كده سلسلة عشان نطلع للدور الأول، وهنعمل 11 غرزة حشو. السطر التاني هنعمل اول غرزتين مع بعض، وبعد كده غرز حشو عادية، واخر غرزتين هنعملهم مع بعض، هيبقى المجموع عندي 9 غرز. السطر اللي بعد كده هنعمل اول غرزتين مع بعض، وخمس غرز حشو، واخر غرزتين مع بعض. السطر اللي بعد كده اول غرزتين مع بعض، وثلاثة غرز حشو، واخر غرزتين مع بعض. السطر اللي بعد كده بنعمل 5 غرز حشو عادية، السطر اللي بعد كده بنعمل اول غرزة بنعمل فيها غرزتين، وبعدين غرز حشو، بيبقى عندي 7 غرز. السطر اللي بعد كده بنعمل غرز حشو 7، السطر اللي بعد كده بنعمل اول غرزتين حشو، وبنعمل غرز حشو في كل غرزة غرزة واحدة لغاية اخر غرزة بنعمل فيها غرزتين. بنفضل مستمرين بالطريقة دي، سطر بنزود فيه في اول غرزة واخر غرزة، والسطر اللي بعديه بنعمل الغرز من غير اي زيادة، لغاية لما يبقى عندنا في السطر 13 غرزة. كده احنا وصلنا لل 13 غرزة في السطر. هنبتدي نعمل التناقص. اول غرزتين هيكونوا مع بعض، وبكمل بقية السطر غرز حشو عادية،
واخر غرزتين باخدهم متاخد مع بعض. السطر اللي بعد كده بناخد اول غرزتين مع بعض وبنكمل غرز حشو عادية. واخر غرزتين مع بعض. بنستمر بالطريقة دي لغاية لما يبقى عندنا غرزة واحدة في السطر عشان نكمل راس الفانوس. كده خلصنا اول فانوس. بنعمل فانوس قطعة تانية بنفس الطريقة. بنخيطهم مع بعض وبنحشيهم فايبر. ده كده الشكل النهائي للفانوس. يا رب يعجبكم. مستنيين اسئلتكم وتعليقاتكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. مع السلامة.